كل الناس فاكرة انها تعرف برج العقرب او فهماه او عارفاه او قرأت كتير قوي عن شخصيته فبقت عارفاه، لكن تعالوا اقول لكم على شوية جوانب كده في برج العقرب مش كتير يعرفوها. اول حاجة، برج العقرب بيبان ان هو شخص جاحد، يعني شخص يقدر يعمل اي حاجة في الحياة، يقدر ينسى اي حد بسرعة، يقدر ينتقم من اي حد، يقدر يخرج اي حد من حياته. بس الحقيقة ان برج العقرب من اكتر الابراج اللي صعب قوي تنسى حد حبيته في يوم من الايام، حبيته بجد. يعني سيبك بقى، انا معلش يا جماعة انا اسفة، سيبك بقى من الناس اللي بتقول ان هو قاسي، ان هو قلبه جاحد، ان هو قوي. ده اللي بيبان، هو مش هيبين لك ان هو لسه عايش على ذكراك، او ان هو بيحبك، او ان هو مقدرش ينساك، او ان انت معلم جواه. بس برج العقرب لما بيحب 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 قوي قوي قوي، ولما بيحب بالدرجة دي او بالشكل ده بيبقى صعب قوي ان هو ينسى حد حبه، مهما عدى بقى ومهما عاش بعد كده بيفضل الشخص ده سايب علامة، وهو مش هيعترف بده لحد ولا لنفسه حتى. يعني ممكن بينه وبين نفسه يبقى بيتعامل من منطلق ان انا نسيت، بس الحقيقة انه لا، الشخص ده لسه سايب علامة جوه مش هتبان ومش هيعترف بيها، بس دي الحقيقة اللي محدش هيقولها لكم. رقم 2، برج العقرب بيتقال ان هو انتقامي، وان هو غدار، لدغته القبر، حاجات كتير قوي على انتقام برج العقرب. بس الحقيقة ان العقرب مش ماشي ينتقم من خلق الله، هو اكيد مش طبيعته ان هو ايه ده تعالى ما انتقم منك، ما انت ما عملتليش حاجة. او ممكن تبقى عملت لي حاجه بس انت مش فارق معايا في 60 داهيه. طيب امتى العقرب بينتقم؟ العقرب بينتقم لما يبقى قرب منك بالدرجه اللي تخليه يشيل الماسك اللي هو لابسه، ويبقى قدامك على طبيعته قوي، ويثق فيك او يامن لك او يصدقك وتغدر بيه، او تجرحه، توجعه، تخونه. الخيانة عند العقرب صعبة قوي، ما يسامحش فيها لو ايه. في الحالات دي اللي هو عارفين المثل اللي بيقول الوجع على قد المحبة، انا اتوجعت منك قد ما حبيتك، قد ما وثقت فيك، قد ما امنتلك، قد ما كنت معاك على طبيعتي قوي، فانتقامي هيبقى بنفس القوة. انتقامي ده انا مش شرط اذيك اذية مباشرة، انا مش هروح ارمي على وشك مية نار، انا هو ممكن يدوقك نفس الوجع بطريقة ما بقى، هو ليه اسلوبه. ممكن انتقامه يكون بانه يحرمك من وجوده، يلغيك من حياته. انتقامه حسب حاجات كتير قوي، بس هو دي الحالات اللي فيها العقرب بينتقم، مش في المطلق، مش انتقامي للانتقام. يعني المهم، ايه تاني عند برج العقرب؟ برج العقرب كرجالة عموما بيتقال ان هو خاين. طيب هو برج العقرب عنده فلسفة كده في الخيانة، يعني هو ما بيحسش أساسا ان هو بيخون، هو بيكتشف بفضول، من باب الفضول، من باب المعرفة، من باب حاجات كتير قوي. هو بطبيعته أساسا شخص بيحب يعرف، يعني بيحب يعرف، يعني لو حواليه 10 أصحاب قريبين لازم يكون عارف أسرار العشرة، لو في واحد مش عارف أسراره يبقى مش صاحب، لازم يكون ان قوي في حياتهم، يبقى عارف كل التفاصيل. فراجل العقرب لما بيبقى بيتعرف على بنات، او بيبقى في حياته واحدة واثنين وثلاثة، فهم موجودين بس البنت اللي بيحبها موجودة برضو،
ده انا مش بقول لكم ان ده صح، انا بفسر لكم تركيبته، يعني بحاول اشرح لكم تركيبة هو بيفكر ازاي من جواه بقى، بعيدا عن ان احنا نعذره او لا، لان انا كدينا ما بعذرش في الحاجات دي، بس بحاول اقول لكم كده هو بيفكر ازاي. هو بيكتشف الناس، بيشوف دي بتتعامل ازاي ودي بتتعامل ازاي ودي لو عملتها ازاي بتتعامل ازاي، بس في الاخر هو بيحب واحدة وبيبقى من جواه مصدق قوي ان هو مخلص لها، هو بيحبها ومشاعره ليها وما قدرش يعيش من غيرها وهيكمل معاها حياته وكل الحاجات الحلوة الجميلة دي، بس ده ما يمنعش انه يكتشف. يعني انا بحب اكلة معينة ولو كلتها كل يوم مش هزهق، بس مفيش مانع اني اجرب اكله تانية حلوه او وحشه، انا مش هقعد اكلها، انا خلاص انا عندي الاكله اللي بحبها هاكلها بقى طول الوقت، بس اجرب عشان اتاكد ان الاكله اللي بحبها هي اللي بحبها. فلسفه كده يعني مش من حق حد يعذره فيها اساسا، لانها مش عذر، بس دي تركيبه العقرب من جوه عامله كده. طيب البنات العقرب، البنات العقرب عندهم سر رهيب، ان هما ما بيسلموش بسهولة. يعني تبان جامدة قوي، تبان انها شخصية قوية قوي، تبان انها strong independent woman وكل الحاجات الحلوة الجميلة دي، وشخصية وبتقعد تقاوح قوي، بتفضل دايسة على الفرامل قوي، خايفة تحب، يعني في حياتها شخص وهي مشاعرها رايحاله، حاسة انها رايحاله وهتحبه، بتبقى خايفة قوي لانها لو فلت منها الحزام كائن تاني بقى، شخصية تانية تماما، شخصية تانية تماما لما بتحب، لما بتسيب مشاعرها بقى خلاص، بتبقى بتفقد السيطرة اللي هي مسيطراها طول الوقت دي، بتبقى خايفة تحب عشان عارفة انها هتضعف، ان مشاعرها هتتحكم فيها، ان مشاعرها هتقودها بقى، يعني هتخليها تعمل حاجات هي مش عايزة تعملها، هتخليها تتنازل، هتخليها تعمل حاجات هي ما كانتش عايزة تعملها. فده سر تاني من اسرار برج العقرب. ايه كمان؟ يعني انتوا ممكن تسألوني كده وانا اقول لكم، عشان انا حاسة ان انا مش كل الحاجات في دماغي، بس انا دول الكام حاجة اللي انا كنت حاسة ان انا عايزة اقولهم. لو جه في دماغي حاجة تانية هعمل لكم بيها فيديو تاني، ولو عايزين اتكلم في حاجة معينة برضو اكتبولي وقولولي عايزين اتكلم في ايه، عشان لما اجي اتكلم في فيديوهات تانية ابقى اتكلم فيها واقول لكم.